واقعية. يقول لي صاحب القصة، يقول يا شيخ كنت يوم من الأيام مسافر من الطائف إلى الرياض في الطريق بالسيارة، يقول وبينما أنا في الطريق السيارة تعطلت، يقول معي عائلة وأولاد والجو حار، يقول فوقفت في محطة من المحطات ونزلت أشوف الواحد يسويها، لكن يقول يعني المشكلة قوية والماطور يعني خرب خراب ما يصلح إلا في الرياض أو في الطائف، يقول أنا في وسط الطريق. يقول فوقفت في الشمس وأولادي في السيارة وحر، أفكر إيش أسوي، كيف أحلها، كيف الآن أنا أولادي وزوجتي وسيارتي. يقول في واحد جاي خارج من المحطة، كلنا نشوف مثل هذه المشاهد صح ولا لا، ولا نفكر إحنا نوقف ولا نسأل ولا، كل واحد منا يقول يا رجل الله بيعينه الله ييسر له ما شاء الله هذا أحسن واحد فينا يدعي له ولا ما علي منه، ولا يعرف هذا الحال إلا من توقف. إذا تعطلت سيارتك تشوف كيف تكون الحال، شوف إذا تعطلت سيارتك ووقفت تأشر للناس ومر وما وقف لك، كل واحد يمر ما يوقف لك تحس إنه عدو لك صح ولا لا، تحس إنه عدو لك، إيه ما توقف لي وأنت مر كل يوم ولا توقف. يقول هذا مر الناس، يقول هذا لما شافني وقف، السلام عليكم، عليكم السلام، خير يا أخي، صاحبنا هذا اللي وقف عنده خبرة في السيارة، خير يا أخي، قال والله السيارة تعطلت، قال أنا عندي أشوف إيش فيها، جاء شافها قال والله العطل ما يصلح، طيب إيش الحل، إيش الحل، اقترح، أول مرة يشوفها في حياته ما يعرفه ولا يعرفه بعض، قال يا أخي اسمع، شوف صاحب السيارة اللي كان سيارته يعني صحيحة، قال اسمع يا أخي أنت معك عائلة وأنا ما معي عائلة، أنا لوحدي، خذ سيارتي ركب عائلتك وتوكل على الله روح إلى الرياض وأنا بجلس هنا عند سيارتك، بجلس في القهوة أتقهوى وأتغدى وإلى الصباح، أنت أوصل الرياض، يقول على بعد من الرياض يمكن حوالي 400 كيلو، أوصل الرياض ود أهلك وارسل لي من الرياض سيارة تشيلني سطحة تشيلني إلى الرياض، وأنا بجلس أنتظر السيارة حتى تجيني السيارة. يا ابن الحلال أنت ما تعرفني ولا أعرف، كيف تعطيني سيارتك وكذا؟ قال يا ابن الحلال وش سار الله يعني. الأمر عادي، سيارتك معي وسيارتي معك، ولا أنت بتروح فين بتروح يعني. يقول استغرب الرجل مني هذا التصرف، قال توكل على الله، يقول نزل عفشه والأولاده وركبوا في سيارتي ومشوا. يقول وأنا نزلت توضيت صليت الظهر والعصر ودخلت القهوة، أجا ما علي خوف، وتغديت ورقت وجلست إلى الليل، هذاك وصل ما وصل الرياض إلا ما يقارب المغرب ولا العشاء، واستأجر له سطحة وارسل السطحة، والسطحة ما وصلت إلا آخر الليل عند الرجال عند سيارته، وركب السطحة في السيارة وركب مع صاحب السطحة ورجع، ولا وصل الرياض إلا الظهر اليوم الثاني. وصل الرياض على طول جاء صاحبنا سلم عليه، تبغى شيء أعطيك شيء أكافئك إيش تبغى؟ قال أنا والله ما أبغى منك شيء يا أخي، أنا والله ما فعلتها لله ولا سويت شيء، سيارتي وشفني وصلت الرياض الحمد لله هذه سيارتي وسيارتك وصلت. يقول طيب أعطني رقم تليفونك، تعارفوا، أعطاه رقم تليفونه، أخذ رقم تليفونه ومشت الأيام والليالي، وجلسوا في مجلس فذكروا فيه أفعال الخير وذكروا فيه صنائع المعروف، فقال واحد قال صاحبنا هذا قال والله كنت أتوقع ما في الدنيا خير إلين جاء فلان رجال والله لا أعرفه ولا يعرفني، لكن والله إنه سوى معي معروف ما يسويه الأخ مع أخوه، وعلمهم القصة. ثم قال صاحبنا قال الله والله لي فترة ما سلمت عليه ولا اتصلت عليه، خلينا أسلم عليه، وقام يفتش في جيبه طلع رقمه أخذ التليفون ودق عليه، سلام عليكم، ردت زوجته صاحبه، وين فلان، هذا بيت فلان، قال نعم، وين فلان، قالت ما هو فيه، خلاص إيش عاد تبغون، سجنتوه وده مسجون، طاردتوه حتى سجنتوه، خير ليش مسجون، كانت الديانة مثلك وأمثالك، كل يوم يجي واحد يقول عليه دين عليه دين لين سجنته، روحوا خذوا فلوسكم منه في السجن، كيف؟ قالت والله مش بأي سجن، قالت في السجن الفلاني، قال خير إن شاء الله. الآن جاء الجميل، رد الجميل، يقول جاء اليوم الثاني أخذت معي 100,000 ريال وذهبت بها إلى السجن، دخلت على مدير السجن، عندكم فلان مسجون؟ قال نعم. قال إيش قضيته؟ قال ديون. قال خذ هذه 100,000 ريال سددوا عنه ديونه وخرجوه وقولوا فاعل خير، لا تعلمونه من أنا، من أنت؟ قال ما لك علاقة، هذا فاعل خير أدفع منه 100,000 وخليه يخرج في سبيل الله. قال جزاك الله خير. خرج صاحبنا دعوه في السجن، تعال يا عند مدير السجن، قال بشرك الحمد لله أن فيه رجل من الصالحين من أهل الخير دفع لك 100,000 ريال هذه 100,000 ريال تنفعك إن شاء الله وتسدد بها ديونك. يقول قال جزاه الله خير، عرفته؟ قال الله ما عرفته ولا علمنا باسمه،
أخذ 100,000 ريال. قال طيب يا طويل العمر 100,000 ريال ما تنفعني، أنا مسجون في مبلغ كبير، كان مسجون في 3 مليون، قضيته في 3 مليون، دخل في تجارة وكذا وخسر وصار عليه دين 3 مليون. قال طيب أنا 100,000 إيش سوي مع 3 مليون؟ لا تفكني ولا بتخرجني مما أنا فيه. لكن يقول الضابط أقول لك شوف، هات اللي مسجونين معايا في السجن في حقوق، اللي عليه 5,000 واللي عليه 10 واللي عليه 20,000، هذه بتخرجهم، أنا ما بتخرجني أنا. انظر يا أخي الكريم، انظر إلى الإحسان. هو في السجن الحين قال فرصة بدفع 100,000 لأولادي بسوي، لا قال هات، يقولون يجي يطلع الأوراق اللي عليه 5 واللي عليه 10 واللي عليه 20، يقولوا بال100,000 هذه أخرج أكثر من 7 أشخاص ذلك اليوم، دفع عنهم وخرجهم في سبيل الله. الله أكبر، ما أعظم هذه النفس يا أخوان. ما أنا قلت لكم أن المحسن ما يفرق لا سجن ولا هم ولا غم، إنا نراك من المحسنين. يقول خرجوا وسلموا عليه وودعونه، هم أصحابه في السجن أصلا، ودعونا وجزاك الله خير. يقول صح الضابط اللي في السجن مدير السجن عجب، يقول أنا ماني أعجب، إيش أعجب من هذا اللي جاب 100,000 وعيله يتعلمني من هو، ولا أعجب من هذا اللي 100,000 ينفقها وهو ما عنده ريال ويخرج بها؟ يقول ماني من أعجب منه، هذا ولا هذا، هذا أحسن من هذا. يقول مرت الأيام، صاحبنا اتصل بعد 3 أسابيع أسبوعين على السجن، على صاحب بيت الرجال، السلام عليكم. السلام، وين فلان؟ قالت في السجن. تقول لزوجته عجيب، قفل السماعة راح لمدير السجن، قال يا أخي أنا جيتكم قبل أسبوعين وعطيتكم 100,000 ريال تخرجون بها السجين الفلاني ولا خرج، ليش ما خرجتوه؟ قال يا أخي أنت أعطيتني 100,000 ريال لكن والله يا أخي عليه دين. كم الدين عليه؟ قال 3 مليون و100,000 ريال ما خرجته، لكن والله يا أخي إني ما أدري، ما أعجب، أعجب منك ومن كرمك وإحسانك تعطينا 100,000 ولا تتعلمنا من أنت وترجع مرة ثانية ذا الحين تسأل عنه، ولا أعجب منه هو والله إنه سوى شيء عجب. قال إيش سوى؟ قال تعرف 100,000 اللي أعطيته إياها؟ قال نعم. قال والله أخذها ويوم شاف إنه ما بتفكه جمع اللي عليه 5 و10 و20 وفك بال100,000 اللي جبتها، فك منها 7 أنفس وأخرجهم في سبيل الله. فصاحبنا صعق، قال هذا رجل غير طبيعي. قال طيب يلا أعطني الآن الإثبات اللي عليه 3 مليون. يقول أعطيناه صك بأن عليه 3 مليون خطاب، وكان الرجل موسر وصاحب علاقات. يقول وذهب إلى الأمراء وإلى المسؤولين وإلى الأغنياء، وفي خلال 3 أشهر يجمع 3 مليون ريال ويأتي ويدفعها عن صاحبنا ويخرجه من السجن.